بدر جاي عندي اليوم، شو السالفة؟ مهما يكون انت اختي الصغيرة اللي ما ارضى عليها. ما شاء الله راضي علي اليوم. ان شاء الله دوم راضي عليك، ما ارضى اشوفك زعلانة ولا متضايقة. منو قال لك ان انا متضايقة؟ أقول تركي عنك هرب رضا، وقولي لي شو مسوي لك هالخايس. مرام قالت لك؟ ماكو شيء، مشكلة بسيطة بيني وبين زوجي وما أبي أحد يتدخل فيها. بس أنا مو أي أحد، أنا أخوك العود، إذا صاير شيء تكلمي. مو قلت لك مو صاير شيء، مشكلة بسيطة بيني وبين زوجي. إلا بقول لك أنت ما تنعجر مع زوجتك؟ بلى. وفي أحد يتدخل بينكم؟ لا. حلو، أنا بعد متناجرة مع زوجي وبحل مشاكلي بنفسي. حليل يمكن أنت مو فاهمة، عادي أنك ما تفهمين. إذا في مشاكل من النوع صايرة لازم الأهل يتدخلون علشان الخايس يعرف إنه وراك ريايل. تحكي صاير. بدر بسألك سؤال، أنت الحين متعني وياي عندي، تبي تقولي إن أنت خايف علي وتبي سعادتي، ولا تبي تثبت حق نفسك إن أنا اختياري غلط؟ مين صج؟ اثنين، انت اختيارك غلط وانا كلامي صح. تحكي صاير علشان نعرف نتصرف. حلو، مشكور وما تقصر، وصلت. ما ابيك تدخل بمشاكلي، يوم تصير مشكله ما عارفه احلها راح ادق عليك واقول لك تعال حلها لي. ماشي.